واحد ممكن يتخيل ان الضغوط النفسيه دي اللي هي مثلا مصيبه لا قدر الله جات لي، ابتلاء شديد مريت بيه، وما بيتخيلش ان ممكن الضغط النفسي يجيله بسبب الحياه اليوميه والشغل والحاجات البسيطه اللي بيمر بيها بشكل يومي. على حسب الهيئه التنفيذيه للصحه والسلامه بالمملكه المتحده قالت ايه بقى؟ قالت ان 57% من الاجازات اللي كانت طلبت في سنه 2018 كانت طلبت بسبب الضغط النفسي والاكتئاب اللي بتسببه الشغل نفسه، يعني اللي هو الحاجة الروتينية اليومية اللي بتتعمل بشكل طبيعي. خلينا نعرف ايه الضغط النفسي العادي في الاول، وايه هو الضغط النفسي الشديد، وايه هي ضغوطات الحياة اللي ممكن تسبب لي مشاكل تتحول فعلا ان انا اروح في حتة تانية. الضغوط النفسية هي حالة استنفار عامة بتستجلب ان انا بجمع كل الطاقة الطبيعية اللي الله عز وجل ادهالي عشان اتصدى لمصير معين. المصير ده ممكن يكون في الشغل، ممكن يكون في الجانب المهني يعني، او في الجانب الاجتماعي، او في الجانب النفسي. مش ضروري الضغط النفسي يكون ضغط وصدمة كبيرة، ممكن يكون صداع عامل لي ضغط نفسي، ممكن يكون ايدي وجعاني عامله لي ضغط نفسي، ممكن يكون شفت صرصار او فار عامل لي خوف ضغط نفسي. احنا بنقول لا اصل انت تتدلع لما بنسمع الكلام ده، انت تتدلع. لا طبعا مفيش حاجة اسمها كده يعني، لا طبعا مفيش حاجة اسمها كده. لكن الضغط النفسي يكمن في إدارة المشاعر وإدارة العواطف، وكل ما كانت المعادلة دي تمام بتحقق لي تعادل ومعاملة كويسة في الضغط النفسي. يعني كل ما بعرف أتعامل مع مشاعري وعواطفي وأديرها بشكل جيد، كل ما بعرف أدير الضغوط النفسية بتاعتي بشكل جيد. هي كده المعادلة، كل ما أدير المشاعر والعواطف بشكل ناجح، كل ما أعرف أدير الضغوط النفسية بشكل ناجح. ممتاز جدا. طيب الحقيقة دكتورة أنا لقيت حاجة كده أو تعريف قلقني جدا، فقلت بكرة لازم أسأل عليه دكتورة دعاء وأشوف فعلا إحنا ممكن نتعرض لده ولا لا. الضغوط المزمنة، جملة الضغوط المزمنة وصفها علماء النفس وقالوا هي التي تمزق حياة الإنسان وتفصل بين ذهنه وجسده وروحه. صحيح. احنا ممكن نقع تحت ضغط يمزقنا تمزيق كده زي ما بيقولوا، جسدي وروحي وعقلي كل واحد في حته. صحيح، صحيح جدا، صحيح جدا. بس احنا مش مضطرين ان احنا نتعرض لاي ضغط نفسي فوريفر في المطلق مزمن. ليه هستحمل ضغط نفسي مزمن؟ يعني الله عز وجل خلقنا عشان يكرمنا، ما خلقناش عشان يعذبنا. فليه احنا نعذب روحنا بروحنا؟ ليه نستسلم؟ ليه نقعد تحت اي ضغط نفسي مهما كان صعب، مهما كان كبير، ونستسلم ليه؟ لا، ممكن يكون مدته طويله لكن ما ينفعش يكون مزمن. ما ينفعش ان انا اعيش تحت ضغط نفسي طول الوقت. محتاج ان انا لو عارف مثلا واحد اتولد باعاقه ما، والاعاقه ديت عامله له ضغط نفسي ومش عارف يتصالح مع الاعاقه ديت، فدي حاجه هتبقى معاه طول العمر. ليه انا اتعامل معاها لانها ضغط؟ ما اعرف ان انا ادير مشاعري وعواطفي تجاه الاعاقه ديت اللي عامله لي ضغط نفسي، فبالتالي مش هتبقى ضغط نفسي. طب اشرحي لنا بقى ايه هي اصلا الضغوط المزمنه؟ حضرتك كده قلتي ان شكل الحد عنده اعاقه مثلا مثلا ده شكل من الاشكال. قولي لنا اصلا ايه هي الضغوط المزمنه دي؟ ايه انواع الضغوط اصلا؟ والله ندى، الضغوط المزمنه انا اللي بقرر انها تكون مزمنه، هي ممكن ما تكونش مزمنه ابدا ولا حاجه. بمعنى ممكن واحد يتولد مثلا كفيف، احنا شايفينه انه ضغط صعب جدا، في ناس كتير ممكن تتنمر عليه، هو نفسه ادارته للحياه صعبه، الابتلاء دوت او الضغط دوت ممكن يكون عليه عامل قوي جدا، لكن هو نفسه هو كبني ادم نفسه بص للضغط اللي احنا شايفينه هو ضغط اصلا، هو بالنسبه له مش ضغط، واحنا شايفينه انه هو مزمن، لكن هو مش شايف انه مزمن، بالعكس هو متعامل جدا والله عز وجل رزقه البصيره، هو شايف اللي احنا مش شايفينه، وهو انسان كوميدي جدا ورومانسي جدا وبيضحك ومبسوط وعنده توازن نفسي كامل. اذا الضغط المزمن اللي احنا بنشوفه ان هو ضغط مزمن فوريفر مطلق طويل، انا اللي بقرر هو طويل ولا لا. بناء على ايه بقى؟ بناء على ادارتي للازمه. بناء ادارتي على الازمه دي بناء على ايه؟ ادارتي انا لذاتي. وقدرتي انا لذاتي مش ضروري تكون بصوت عالي، يعني انا ماشي مثلا عمال اقول عندي امتحان ادعوا لي، ازمه كبيره يعني كده، ماشي عمال ايه اتكلم في الموضوع، مش ضروري خالص. ادارتي لذاتي ممكن تتم في صمت. يعني مش معنى ان انا كتومه ده معناه ان انا مش عارفه ادير، لا، ده ممكن يكون علامه من النضج. المهم انك انت تتعلم وتشتغل على نفسك وتعرف تدير الازمه وتعرف تدير الضغط. وتاني وبنكرر، مفيش حاجه اسمها ضغط مزمن. انت اللي بتقرر هو مزمن ولا بسيط، وهتعرف تتعامل معاه ازاي. طيب هي فعلا مهم جدا ان انا اقرر من كان مزمن ولا بسيط، والاهم من كان مزمن ولا بسيط، لان البسيط ممكن يتحول لمزمن. هي فعلا زي ما انت بتقولي ادارتي للمشاعر والتعامل مع الضغط نفسه يبقى ازاي.